تحية لهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء الدائم. وتواصل معكم هذا المد لصباح الشروق على شواطئ مختلفة وعلى شاطئ صهيل القصيد. سعداء اليوم أن يكون معنا الشاعر أحمد عماد الدين. مرحب بك وصباح الخير. صباح النور يا تيسير. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين إن شاء الله. مرحب بك. وخلينا بداية كده نحيي مشاهدي صباح الشروق بقصيدة. غدا يا أرض يستلف الصباح المشرق البسام من عينيك تعرفة البقاء. حتما ستسكت فيهما نتاحة الأوجاع حين يداعبا رمشايا جفنيك امتثالا للشفاء. أعياهما يا نور ما أعياهما إلا عبور الوهج هذا للبسيطة منهما عيناك مبتعث الضياء. لا تثقليني والتماع الدمع في خديك يملأني عناء بل أنفسي في فيا ألسنة الكلام وصيريني شاعرا أو خبئيني في تساديس البهاء. ضمي إليك الطفل هذا عند تلويح الصباح وعندما تلج القصائد في تواشيح المساء. ضميني من لفح الشتاء فغدا يباغتك انبلاج البهجة العظمى وكانت فوهة من قبل للفرح السرابي ابتعاثا للعياء. حتما ستسقطها الحمائم قبلة وردية تدمي مسافات التنائي والونا. وغدا سيرتسم اللقاء وتؤكسدين بصيحتي يا أرض أخيلة العناء. وستذكريني سأكرف ما تبقى لي من الآمال كي أحيا وكي أبني قباب الشعر فوق الأرض إن ضجت علينا معشر الأموات كي نحيا. وأوهمها بأن الموت أشبعني فلا تعلم إذا نظرت قباب الشعر أن قد صابني المحيا. فلا الآلام تعرفني ولا الأشجان إذا ما كنت في يدها ولا روح الأسى تحيا. إليك وكل أمنيات الخير والسلام لهذا البلد. وبالتأكيد نحن نتحدث عن هذا الحرف لأحمد عماد الدين. عنده مغذيات مختلفة ومكونات مختلفة للمشاهدات والقراءات وكل يعني الأطر الحياتية المكونة لهذا المداد. فمن أين أتى مداد أحمد عماد الدين؟ طبعا المملي الأول لكل شاعر يكتب القصيد هو الإحساس. بعد ذلك يختلف هذا الإحساس على الوجه الذي يملي للشاعر الاتجاه الذي سيكتب فيه القصيدة. فربما يكون إحساس الحزن أصدق للشاعر من إحساس الفرح أو يكون أكثر استفزازا للكتابة من الأحاسيس المتسمة بالانتشاء والفرح والسعادة. فبالنسبة لي يظل الرحيل بشقيه الرحيل الأبدي أعني هنا الموت أو الرحيل غير الأبدي أعني هنا الفراق. يظل هذان الإحساسان هما المحددان الأولان لما أكتبه ولما أحس به من كلام فأترجمه في شكل قصيدة. صحيح. هو يعني دائما بيتحدث عن هذا المفتاح الذي يفتح باب الإحساس عند الشاعر. وكل الشعراء متفقين على أن يعني الحزن هو المفتاح الأعظم والفرح يعاش والحزن يكتب. يعني جانب يعني أيضا دائما نتحدث ما عايزة أتحدث عن التفاصيل لكلام الطقوس والأشياء التقليدية ولكن نتحدث عن حضور القصيدة. كثير من الناس يعني بيعتبروا انه القصيده زائر واحيانا قد تكون انت المضيف او المستضاف عند القصيده.
فهل أحمد المضيف أم المضاف أو المستضاف؟ أحياناً مضيف وأحياناً مستضاف. القصيدة عندما تحل ضيفاً على كاتبها فإنها تحل بكامل أركانها، كالجندي كالجند الذي يحمل معه كل أسلحته. فالقصيدة تأتي بإحساسها المثقل جداً للشاعر، وهذا باستثناء إن كانت القصيدة قصيدة مبهجة أو كما نسميها بالقصيدة الفرايحية، أو إن كانت قصيدة محزنة أو ما نسميها بالقصيدة الحزينية. فهي في كلا الحالتين القصيدة تأتي للشاعر بكامل أركانها، مثقلة له، معية له، ومعيبة له في إحساسه. ومع ذلك فإن الشاعر أكثر حظاً وأوفر حظاً من بقية الناس، لأنه على قدر هذا الألم الذي يعيشه وهو يكتب قصيدته، إلا أنه هو الإنسان الوحيد الذي يملك الأدوات التي يستطيع أن يعبر بها عما يجيش في داخله، على عكس عامة الناس. صحيح. فالشعر مثقل إلى حد ما، ولكنه مريح في كونه يستطيع أن يزيح عن الشاعر الإحساس الذي يحس به. صحيح. وهذه القدرة على التعبير كما ذكرت، كثير ما يتوارد سؤال في أنه يعني هل الشعر هو تفريغ كما ذكرت، حديث عن التعبير وإفراغ للدواخل وإعمال الدواخل، أم هو قلعة حامية للشاعر أكثر؟ طبعا بالطبع هو أشبه بالطاقة التي يتنفس، الطاقة أعني الشباك الصغير التي يتنفس بها الشاعر. فلأن الشاعر يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل إذا لم يكن هنالك شعر أو قصائد في هذا الكون، كيف يستطيع للإنسان أن يتحمل الذي يدور بداخله؟ فعلى قدر هذا الذي يدور في داخل الإنسان يكون ضجيج القصيدة الذي يظهر لعامة الناس. فالقصيدة عندما تولد فإنها قد ولدت عن ألم، كما ذكر الشاعر بأن الذهب لا يخرج من المكان اللين، إن الحجارة قد تنشق عن ذهبي. كذلك فإن القصيدة فإنما هي تنتج عن إحساس كبير يعيشه الشاعر، سواء كان في اتجاه الفرح أو اتجاه الحزن. صحيح. هو الكل يتحدث عن شراسة المصافحة الأولى للقصيدة بالتأكيد. هنعود نتحدث في هذه الزوايا، ولكن نسمع نص آخر. نسمع: ما لم تقله التعاريف، الحب ما طاب بعد الموت صاحبه، والموت ما ثار من طوفانه الحدث، بحر من التيه في أعماقه رقدت حلو الفوانيس في شطآنه الروث. يا منشدا في رحال الصمت أغنية تتلى على موجة ما صابها رمث، أن استرقت عيونا من صفاء جوًا وجف من بعد موت قلبك الدمث، أو انتبذت بعيدا عن بلاد هوى ينام في عاتقيها الجد والعبث، فلن تبث حياة بعدما اهترأت على الصحائف ذكرى خانها اللهث. فاقفز إلى ربوة الآتين منتميا إلى سحاب ثقيل ليس يكترث، واخلد إلى مرقد الماضين مختبئا، فقاتل الحب في الحالين لا يرث. يا سلام يا سلام، تحية لك. ودائما الاحتفاء بالشاعر بيأتي في جوانب مختلفة، وأحمد عماد الدين يعني حائز منذ الجامعة على شاعر الجامعة والمبدع أو الشاعر أسبوع الإبداع الثقافي في جامعة إفريقيا، المتخرج منها في كلية المختبرات، وأيضا يعني مشاركات ونجومية أيضا في مهرجان الخرطوم للشعر العربي شهدناها منذ شهر. فهذا التتويج للشاعر ما يعنيه عموما للشاعر، ما يمكن أن يحفز فيه في حديثنا عن يعني إحياء المداد؟ طبعا إن مثل هذه المنابر لا شك أنها تضفي على الشاعر صبغة العالمية، وأعني بالعالمية هنا ليس الحدود الجغرافية وإنما عالمية المعنى. فبلا شك جامعة إفريقيا العالمية
لعبت دورا مهما في تشكيل شخصياتنا جميعا. فالجامعة كما تعلمون فهي تزخر ببيئة عالمية، وكأنك عندما تدخل جامعة إفريقيا العالمية كأنك تدخل نموذجا مصغرا للكون كله. فالجامعة تحوي 84 جنسية، فهذا الأمر أضاف لنا البعد الذي نستطيع من خلاله أن تشكل شخصياتنا فيه. وبلا شك فإن شخصياتنا العامة قد تشكلت وبعد ذلك تبعها تشكيل شخصياتنا الأدبية. فتشكل الأدب فينا في جامعة إفريقيا العالمية على قدر الثقافات التي تلاقحت ونحن نراها نصب أعيننا، فدخلت فينا حين استهوتنا. فوجدنا في جامعة إفريقيا العالمية المنبر الذي يستطيع من خلاله الشاعر أن يقدم نفسه للناس وأن يقدم نفسه للعالمية، كون أن الحضور قد يكونون من 7 جنسيات مختلفة. وإذا أخذنا الجانب الآخر في تحفيز المداد يعني. نعم التحفيز، لذلك فإنما عندما يكون الوسط مزدهرا بالثقافات المتلاقحة مع بعضها البعض فلا شك بأنه يضيف إلى ثقافة الشاعر، وعندما تزدهر ثقافة الشاعر فإن الثقافة تفيد الشعر بيد أنها لا تصنع شاعرا ولكنها تفيده. فالثقافة التي وجدناها في جامعة إفريقيا العالمية أفادتنا كثيرا. كذلك فعندما يتحدث الإنسان في السودان عن المنابر التي تصنع منه شاعرا متقدما، فليس من الكرم أن لا نذكر بيت الشعر في الخرطوم. وأنا دائما أقول أنه إذا أتى زمان كتب فيه تاريخ للشعر العربي الفصيح في السودان فلا شك أن بيت الشعر سيتقدم ناصية هذا التاريخ، لأن بيت الشعر في الآونة الأخيرة هو المنبر الوحيد الذي استطاع أن يخرج من أوساط الشعراء من يكتبون الشعر الفصيح. وفي القريب العاجل كنا ننظر للإنسان الذي يكتب الفصيح على أنه إنسان غريب، ولكن بيت الشعر جعل من كتابة الفصيح أمرا عاديا في الأوساط الشبابية، كما أنه صدر للعالم كله، صدر لهم الشعراء الذين يجيدون العربية ويكتبونها في أزهى معانيها. فالتحية لبيت الشعر ولكل من يقومون على أمره. صحيح، التحية له وكل الأصدقاء في بيت الشعر. وحديث أهمية المعارف وأيضا يقدم المعارف للشاعر وجوانب مختلفة لوجود الشعر كحياة، يعني كثير ما نتحدث عن إنه هو الشعر هل هو طرف أم طريقة حياة، ونريدك أيضا أن تجيب على هذا السؤال. الشعر بلا شك هو أسلوب من أساليب الحياة التي يعيش بها الناس، وإذا أراد الإنسان أن يفهم معنى أن الشعر أسلوب من أساليب الحياة فلينظر إلى ضروبه المختلفة، سيجد أن الشعر يطرق كل باب من أبواب الحياة المختلفة. والشعر كذلك يعتبر هو النافذة التي ينظر منها الناس إلى أشكال الحياة. فأنا عندما أريد أن أتعرف على أسلوب من أساليب الحياة فإنني أستطيع أن أنظر إليه من نافذة القصيد على شتى ضروبه المختلفة. صحيح، سنعود لحديثنا في جوانب مختلفة فيما يخص موضوعات الشعر وحديث عن السيرة الذاتية لأحمد عماد الدين بعد النص. جدا. أريني قبل أن يلقى على صدر اللقاء ردا خيالا من قديم الحب لعلي أن تشيه غدا صباحا قد يقويني على ظلم المحب هدى وليلا يستعيدك لي حتى لا أضيع سدى. أما كنا على السلوى بيارق توقظ الإلهام ودفقا من يباب الحب يطفئ حرقة الآلام، فأنى درب هذا الوعد تخطئ سيره الأقدام ويسكبه الفضاء البعد فوق اللامعين ظلام. سليها فائحات الورد انتهب المدى أنسي ويأخذه الغد الآتي على أهوائه أمسي،
ومدي للنشيد الآن ما قد كان في نفسي ومجي فوق ذاكرتي وشاح العاشق القدسي لقاء مودع قد قال همسا للحبيب سلام صحيح لن تواعده ولن تشتاقه الأيام دعينا نلتقي كذبا تواري حبنا الأوهام فحتما ليس يؤذي الدهر من عاشا على الأحلام أنا من بثني حزني بكل شوارع الستة وألبسني الهيام هوى قناع ملامح شتى فأما عن أمان السعد لا صلة لي البتة أنا مصفوفة الإعدام أو ريحانة الموتى أنا من حطمت يده لجام الموقف الأسود وكنت الروح إذ ترنو إلى تاريخها الأمجد كأني الصمت عن ذكرى ترائي سوءة المشهد أنا يا سيدي المنفى أنا يا سيدي أحمد. يا سلام يا سلام، تحية لك. وأنا أتحدث عن جوانب مختلفة للمشاهدات المغذية لمداد أحمد عماد الدين. واحدة من التجارب والمشاهدات هو حديثنا عن نبض الحروف، البرنامج للشعراء واللي قدمه أحمد عماد الدين، فخلينا برضو نتحدث عن هذه التجربة. طبعا التجربة الإعلامية كانت تجربة زاخرة جدا ومفيدة جدا لشخصي على وجه التحديد، لأنها أتاحت لي فرصة أن أجتمع بشعراء من شتى أنحاء السودان ومن شتى الأوساط في ذلك الوقت الطالبية كانت. فهذه القناة وهذا البرنامج قدم لي الكثير، وقدم لي أن أتعرف على أساتذة في اللغة وجامعة إفريقيا العالمية التي كانت تدير أمر هذه القناة، قناة العالمية، كانت تحوي فطاحلة اللغة العربية في هذه البلاد. وهنا أذكر وأترحم أيضا على روحي الدكتور البروفيسور عبد الله حمد الله الذي أخذ بأيدينا وأخرجنا إلى بر الأمان، وكذلك الدكتور عمر محمد الحسن شاع الدين الذي أيضا قدم لهذه القناة، ومن قبلهم وبعدهم أيضا البروفيسور عوض إبراهيم عوض الذي كان يدير هذه القناة، والذي أيضا التقطنا هكذا من أوساط المجهول وأخرجنا إلى أوساط المعلوم. وإحنا بنحيي كل شعراء نبض الحروف في هذا الصباح، وبالتأكيد الحديث عن الشعر له جوانب مختلفة، والحديث عن المداد في إطار المغذيات يمكن هو يعني سؤال بتوارد للخاطر لكل السامع لأحمد عماد الدين. القراءات عموما والمعارف، يعني كثير من الناس عندما نسأل الشعراء عن القراءات بيعتقدوا إنهم بيقروا لشعراء، فجمع المعارف إلى أي مدى يمكن أن يسهم في سقي المداد؟ طبعا الأمر الذي لا بد أن نؤصل له هو أن القصيدة هي التي تكتب نفسها، وإن القصيدة هي المحدد للوجه الذي يكتب عليه الشاعر، فلولا إملاء القصيدة لصاحبها بما هو الوجه الذي أريد أن تكتبني عليه أيها الشاعر لما كان الشعر يكتب على هذه الأوجه التي يقرأها الناس الآن. ولكن في إطار الحديث عن المعارف، الشعر هو في رأيي الشخصي جدا يتكون من ثلاث مراحل أو ثلاث مكونات أو ثلاث أركان. الركن الأول هو الموهبة، وذلك لأن الشاعر وإن تغذى بالثقافة الغنية جدا إلا أنه إذا افتقر إلى الموهبة فإنه لا يستطيع أن ينظم قصيدة ما. والركن الثاني هو الملكة، وذلك لأن الشاعر قد يكون لديه موهبة ولكنه ليس لديه الملكة التي تمكنه من تطويع هذه الموهبة، فلا يستطيع أن يكتب على موهبة تستدعيه لكتابة القصيدة. والركن الثالث هو ركن المعرفة والثقافة، وذلك لأن الشاعر إذا امتلك الموهبة وامتلك الملكة إلا أن ثقافته ضعيفة فهو لا يستطيع أن يكتب قصيدة غناء، قصيدة يصفق لها الإحساس قبل الجمهور. صحيح، والمساحات الجغرافية فيها كثير من الشعراء، والسوشيال ميديا أصبحت
يعني تأتي بالكثير. سنعود لهذا الحديث بعد النص. جدا. سأقرأ قصيدة لم أسمها بعد. لو يذهب البدر ما بالليل من طفل لأشبع الزهر ما يلقى من الوشل، وثارت الريح من أدراج أفئدة تطمئن الرعشة الصماء بالقبل، لكنه في رفات القلب أوعية تزود الشاطئ المشتاق بالعلل. يا أيها العاشق المضنى بأسئلتي، هذه الحكاية لا تخلو من الخطل. تبث في خاطري أن اللقاء يد تخبئ النور في إغماضة الخجل، حتى إذا ما استبان الحب يثقلها فتطفئ الوعد قهرا وطأة الأجل. سموت والروح للآمال ترفعني، فصرت كالبيرق السامي على الجبل. أمامي القوم يستوحون من لغتي حرفا تسامره الأطياف بالوجل، يصدقون خيالا قد أبان لهم كل الخبايا على إيحاءة الغزل. ويشهد الشعر أني لست أكتبه إلا على صورة للدمع في المقل، من سوءة وردت لليل فكرتها، ومن أمان تهاوت دونما زلل، ومن رثاء على الأحلام منتبه، وموقد يستحي من شعلة الأمل. قفزت من ذاتي النشوى على ألم، على قدم سارت على راحة الآلام بالحلل. قفزت من ذاتي النشوى على قدم سارت على راحة الآلام بالحلل، وتاركا في فناء البعد أخيلة تلوث الفطرة البيضاء بالحيل. لا أزدر الحب حتى لا أفر له، ولست أكبر من تهيامي الثمل، لكنني همت في روضاته ولهن، فصابني ما رماه الليل بالخبل. الصوت أقرب من ذاتي يراودني، أقبل على باحة الذكرى على عجلي. أقبلت والخوف ملء الأرض يغمرني، أمضي وحيدا بحزن غير محتمل. وجدتهم من سرت لله سيرتهم، ومن تساموا على أيامها الأول. من خلفهم جدتي بانت ملامحها رحيمة في ثنايا حسنها الأزل. وجدتها في شرود الذكر سابحة تطهر الدمع من إعيائه الجلل. سر الصلاح من الجدات مقتبس، وكل من ضاع في أثوابهن ولي. أنا المحيا بأرض ليس يعرفها سوى اللواتي، قطفنا الزهر من طللي. بكل ذكرى على الأحياء قائمة، سحائب بسما الأموات تبسم لي. فكلما ابيضت الأشعار في يدهم أطاحت الأحرف السوداء بالجمل. يا سلام يا سلام. وكان السؤال المفتوح عن موضوع السوشيال ميديا ووجود الشاعر في السوشيال ميديا، ممكن ده هو حديثنا عن تحديات النشر التي تواجه الشاعر، وحديث عن المشكلات المختلفة التي تواجهنا في هذا الجانب. وخلينا مباشرة نتحدث عن الديوان المخطوط. طبعا الأوساط أو أوساط التواصل الاجتماعي بلا شك فإنها قد قصرت المدى الذي يستطيع أن ينظر به الشاعر إلى زملائه. وأعني بهذا الأمر أن الشاعر قديما كان يبحث في هذه الكتب وفي هذه الدواوين، فلا يستطيع أن يصل إلى مبتغاه إلا إذا اجتهد كثيرا. ولكن في هذا الزمن يستطيع الإنسان أن يصنع تجوالا وتسفارا في قصائد الآخرين عندما يصول ويجول في أوساط التواصل الاجتماعي، فيجد صديقه الشاعر هذا كتب القصيدة هذه، وصديقه هذا كتب القصيدة هذه، فيقصر على نفسه المدى الذي يطلع به الشاعر على قصائد الآخرين، وبذلك يستطيع الشاعر أن يغذي ثقافته. أنا أعمل بجد ولكن على غير عجل بأن أخرج ديواني من فواحل أقحوان. هذا الديوان الذي أصور فيه كل ما جادت
عليه الذكريات علينا من آلامها ومن أفراحها على حد سواء. احنا بنحمل كل الأمنيات في انه نرى هذا الفوح لفوح الأخوان وهذا الفوح قريبا. شكرا لحضورك اليوم على شواطئ صباح الشروق، شكرا جزيلا أحمد عماد الدين، كان حديث اليوم عن الشعر والشعراء في صهيل القصيد. يتواصل معكم هذا المد الصباحي على شواطئ مختلفة بعد الفاصل.